نفس السؤال بيقول اكتب داله لحساب مستحقات الفريلانسر بحيث تمرر تمرير للدالة باراميترز سعر الساعة وعدد الساعات. هنا كتب لك ملاحظة، إذا كان عدد الساعات أكثر من 40 يحاسب الفريلانسر بمقدار مرة ونص من سعر الساعة. ركز معي، يعني الآن أنت عندك الساعات، أنا والله اشتغلت 35 ساعة وسعر الساعة تبعي 12 دولار أو 10 دولار، قديش الحساب تبعي؟ 35 ضرب 10 تمام؟ كيف؟ حكيت لو الساعات تبعتي 43 والريت تبعي خليني أقول برضو بيساوي 10، كيف الحساب تبعي حيكون؟ قديش؟ ايش المعادلة؟ ايش اضرب في ايش؟ اضرب كيف نحسب؟ كيف؟ مرة ونص. ثلاثة وأربعين ضرب 15، هذا كلام مش صحيح. 15 مرة ونص، سعر الساعة 10، الضعف 20، مرة ونص 15، ببساطة 10 ضرب 1.5 15. ليش غلط؟ لأنه بقول لك إذا كانت سعر الساعة فوق الأربعين، اللي فوق الأربعين بتحاسبه، يعني هذه خلينا أوضح لك إياها هنا في نفس السؤال. للساعات الزيادة، يعني فقط للزيادة، يعني الحساب تبعك راح يكون 3 في 15 زائد 40 ضرب 10. هذا الكلام احنا قاعد بشحبط بالورقة وبالقلم، صح؟ تفهمت السؤال كويس؟ وبدي اياك تكون مصحصح في الامتحان، تمام؟ وتقرا السؤال كويس وتفهمه عشان تعرف ايش المطلوب. حكيت هذا الكلام بدك ترجمه لكود. حكيت هذا السؤال بيجمع انه مطلوب منك انه انت تكتب داله وفيها لوجيك، فيها اف. اذا كان اقل تحسب بهذه الطريقه، اذا كان اكثر تحسب بهذه الطريقه. تمام؟ فبدي اتركك 10 دقائق. كيف بدي هاي تكتب هاي تحل هذا السؤال. ديف كالك ايش ندي له؟ تو باراميترز اورز وريت. طيب
تمرر سعر الساعة وعدد الساعات. ممكن نعكسهم rate hours. هجيب ببساطة إذا كان عدد الساعات أقل من 40، تنساش أقل من أو يساوي يعني طبعا بطبيعة الحال لغاية 40 بنحاسبه السعر عادي، وبالتالي if rate hours أقل من أو تساوي 40 ببساطة بنعمل إرجاع ل الأورز ضرب الريت. إلس في داعي لنا أحط ألف أو حاجة زي هيك؟ لا إلس إلس نعمل ريتيرن لإيش؟ hours ناقص 40 هذا ايش؟ عبارة عن زيادة ضرب قديش؟ ضرب الريت ضرب 1.5 زائد، او خليني اعمل لك اياها الاساسي نحسب له اياه بالسعر العادي، مش هو زيادة عن 40 يبقى أكيد عنده 40 ساعة، نضربها في الريت العادي. هذا الكلام بدنا نجمعه مع اللي هي الزيادة ضرب 1.5 ضرب الريت ضرب 1.5 يبقى هاي الأربعين حسبنا له إياها بالسعر العادي زائد الزيادة. لا زائد الزيادة ضرب السعر في 1.5 تمام. طيب نجرب هذا الكلام، لسه ما عملناش استدعاء إحنا طبعا في برنت كالك بيمنت. انا عندي الريت اول حاجة 10.35 قديش مفروض يطلع؟ 350. طيب لو كان 40 بيطلع 400. طيب لو كان 41 415 350 400 415. طيب لو كان 45 50 زائد قديش؟ 5 ضرب 15 قديش؟ 550 يعني أنا عندي لغاية 40 400 تمام؟ وبعد هيك الزيادة، الزيادة عبارة عن إيش؟ 5 ضرب 15 75 تمام؟ فهذا عبارة عن سؤال في سؤالين، انه انا طالب منك انه انت تكتب دالة تمام، وفي نفس الوقت انه الدالة هذه فيها لوجيك لازم تفهم المطلوب بشكل صحيح عشان تعرف تحسب المطلوب تمام. كيف يعني لما لما نحط ايش هاي الاسم؟ هذا اسم انت بتحدده. نعم
لا تقريبا هيك بنكون ان احنا خلصنا هذا الباب. طبعا غليت يعني غطينا كل جزئية موجودة في هذه السلايدز، تمام، انه ايش فايدية الدوال. هذا الكلام لخصت لكم اياه بالعربي، هنا كتبت لكم اياه. هي فوائد الدوال، تمام. وبعدين شفنا ايش الفانكشنز والبيلت ان فانكشن، شفنا البارامترز والريتيرن. بالمناسبة الدالة، يعني هذا أدر مصطلح عشان تحفظه عندك، الدالة اللي ما بترجع قيمة بنسميها void، void function، يعني void يعني nothing، لا شيء. void يعني بترجع ولا شيء، تمام. وهذا الاكسرسايز اللي حليت لكم اياه. في حدا عنده سؤال؟ الفويد الدالة اللي يعني مع الكلام يا أستاذ. هذه دالة تعمل ريتيرن. لو أنت عملت ديف أد أن واحد أن اثنين وعملت لي هنا انه print ان واحد زائد ان اثنين، هذه الدالة بنسميها void. فبدل print شو تتسألني شو يعني void؟ هذه الدالة void وهذه الدالة بتعمل return. لما اقول لك دالة void يعني ما بترجعش قيمة، تمام. بس هاي كل النقطة الاسبوع هذا ان شاء الله. في حدا عندي سؤال؟ في كويز على الدوال حيكون ان شاء الله. الاسبوع هذا اللي بعده ماشي. بعد اذنك انا